مرحبا بكم مشاهدينا في الخيمة الرمضانية الأولى في شهرنا الكريم بالقاهرة، واليوم معي الفنان المصري الرائع محمد عبد الرحمن. برحب فيك معنا شاشة غد، نور متألق اليوم محمد. الله يخليك، الحمد لله، أهلا بيك وكل سنة وكل الناس بخير ورمضان كريم على كل الناس. بمناسبة رمضان، كيف بتقضي رمضان بشكل عام؟ والله بقى بص، يعني صيام الصبح وصلاة وقرآن وبعدين فطور، واحد ينزل يقعد بقى مع أصحابه شوية يتسحر، لو هيخرج يتسحر في مكان بره كده، يعني رمضان بيبقى الجدول بتاعه معروف، يعني أجواء أسرية وأجواء دينية يعني. بيبقى حلو جدا. محمد، رأيناك في برنامج مقالب النجم المصري رامز جلال، يعني في البداية الجمهور بيتساءل هل أنت كنت تعلم أن هناك مقلب سوف يحصل فيك في روسيا أو لا؟ بص، هو أكيد كان باين قوي من رياكشناتي، اللي ما خدش باله يتفرج على الحلقة تاني وهيعرف ان انا كنت عارف ولا لا. انا ما كنتش عارف خالص، والله ما كنت عارف خالص، وكنت مات من الرعب، يعني ده نمر ودب. فاللي بيتساءل ممكن يتفرج على الحلقه تاني. يعني كيف تم دعوتك لهذا البرنامج وشو الكواليس كانت؟ هو الفكره ان في مصر الحمد لله دخلنا كاس العالم في روسيا، فاكيد هيبقى في برامج المتوقع. انا نفسي كنت عامل برنامج في كاس العالم في روسيا، فخلاص، فبالنسبه لنا روسيا دلوقتي بقت ايه، رايح جاي يعني زي ما بيقولوا، بما ان المنتخب دخل. فلقيت برنامج بيكلمني، وانا كنت فاكر شيكو هشام بيعملوا برنامج، ما ترجمتش مجدي عبد الغني بتاع كابتن مجدي طبعا، فروحت على اساس ان البرنامج كده. طبعا بقى فجأة حصل اللي حصل بقى، الحمد لله يعني.